صباح الخير، اجي ندير المورنين روتين ونفطر. ديك الساعة نهضر معاكم. يلا اجي نوجد الفطور. ياك فريده من النهار جبتها وياك الطيب. السبب هو رضوان صاحب هشام، انت اللي جبنا صاحبك وصاحبك هو اللي خلق المشكل. اهلا، التريكو تخليه لداخل. سالت الروتين الصباحي نتاعي هي بان لي خصني نخرج ضروري، غادي نلبس حوايجي وغادي نمشي غير المرجان بالسربة، نشد الطاكسي ما نمشيش على رجلي. غادي ناخذ داكشي اللي خاصني جيل دوش. عرفتي داك الشهر فاش كيتقاضى كلشي؟ هو هاد الشهر هذا، وديما كيتقاضاو في الشهر اللي كيكون بنادم خرج بزاف. دونك انا ولكن بزاف مني خاصني ناخذ داكشي، او ميم طون خاصني نحاول ناخذ دوك لي مارك اللي حيت شحال هادي كانوا عندي، هادوك اللي نورمالمون دابا مقاطعينهم، يعني خصني نحاول ناخذ شي حاجه اللي ما مقاطعينهاش. فهمتوا كيفاش؟ ايوا صافي، وغنديكم معايا وداكشي اللي خديته راه غنوريه لكم من بعد. جو بونس نقدر ندخل مينيسو ناخذ منا شي ماسك ولا المهم غنشوف. انا خصني دابا غنمشي ندير ليست، نكتب فيها داكشي اللي محتاجاه فعلا باش ما نمشيش ناخذ داكشي اللي ماشي محتاجاه، واخا انا عارفه غندير هاد البلان. كنتفرج في دار الوراثه، سون عزيزه على دار الوراثه، زين ما كنتفرجش. انا كنكون كناكل ما كتبتش تو دو ليست، هذه كتبتها في التليفون. باي ذا واي، هاد الفراشه اللي كنت لصقت ديك النهار وريتكم طاحت، حيت ديك اللعيبه في اللاصقه دغيا كتبرد وكطيح، تنشري ليها لصقه دوبل فاس باش تلصق مزيان. ايوا ما عندكم زهر. وشكرا على لي كومونتير ديالكم على الفيديو ديال البيت. قبلات حاره، تنجي في العشيه وقيله وغادي ندير هكا روتين لشعري وغادي ندوش. النيس غادي يكونوا معايا البنات. البارح كانت عندي هاجر واسيا وانا كنت باغا نقص من شعري، حيت انا كنعرف نقص من شعري، واحد المعلومه عليا. وحيت البارح كان من الايام البيض، يعني الخميس، واليوم الجمعه، السبت، ثلاث ايام. قلت لكم في القناه وفي ستوري ديال الانستغرام باش الا بغات تقطع شي وحده شعرها تقطعو نقص منه زعما هكا لي بوينت وصافي. قدته لي هاجر، نقصت لي لي بوينت وهكا قصيصه وداكشي. اللهم انا كنت باغي ندوش البارح ولكن قصتو لي حتى العشرة د الليل وداكشي ما بقاش الوقت. احق البنات، هادي راه قبل ما نحط لكم لا فيديو عرفتها بلي خصها تبقى في الكابل، ولقيت البنات قالوا لي في لي كومونتير صافي زدت تاكد. وصراحه ما كنتش باغيتها تبقى في الكابل، كنت باغي نشريها باش تبقى شاعله هكا، حيت اصلا قوه الخياطه ما عنديش ما عنديش لي حاجه تبقى في الكابل من الاخر. المهم انا ديجا كتبهنا شنو غادي نشري، غنزيد نشوف واش مازال خاصني شي حاجه، داكشي الضروري وصافي. صافي واخا انا كسبت داكشي لي بازيك، خاصني لا نسيت شي حاجه ناخذها غير نبين ولا شي بلاصه قريبه. نسيت كاع ما كليت المكمل الغذائي ديالي. البنات ديال يوتيوب كاع ما عارفين بلي هذه القرعه الثالثه، حيت كنت شحال هذه بارطاجيت معكم، كنت خديت القرعه الاولى والثانيه ودازت مده، ودابا هذه القرعه الثالثه. المهم نخلي لكم انستغرام ديال البنات اللي فيهم فقر الدم وكدا، راه ماشي كتبقى تقول شي وحدين كيتحاب لهم راه الحصه وفيها السيروات وداكشي اللي راه ما كتنفخ ما والو، ماشي داكشي ديال النفيخ ديال المهم ماشي الحصه، هذا مكمل غذائي حيت راه كاين بيناتهم فرق. ايوا هذا ما كان اصلا البنات، الا خديتو شي لحسه وحسيتو بالسيمانه الاولى فيكم النعاس وكدا راه باينه مخلطه فيها شي سيرو، هذه حاجه باينه. المهم كنت كنهضر مع اسيا ابل ولبست في نفس الوقت، ايوا صافي دابا لقيتوني غنخرج نمشي ناخد داكشي اللي خاصني باش نرجع دغيا. الراعي الرسمي فاش كتكون عندي شي خرجه مزروبه ولا غنتسخر هادشي. الكروكس حتى هي هنا كنوريها لكم زعما راني لبست. شديت طاكسي ومن بعد دخلت اول حاجه المينيسو، بقيت كنوريكم شويه شويه داكشي كيوت، ولكن ما كاين شي حاجه جديده. واو المهم داكشي ولا كيتعاود،
صافي من بعد دست مرجان دست تغديش الكسكسو معنا العادة من جديد كنهج عمري صورت فيديو وانا مكنهج ديما سخفانة قبل فاش تغديت كسكسو خديت المورينغا حبيبات عرفتو كتشرب هكا ماشي غبرة حيت ما عاودتش ليكم زغبني الله واحد النهار كنت شربتها راه كنتو سولتوني عليها ما يمكنش حال خايبه قاصحه بلا قياس بحال كتاكلوا الحنه بحال كتشربوا الحنه ولكن حبيبات مازال شويه دوزتهم بزز بغيت نوريكم البطره بغيتو تاخدوها ولكن ما عنديش انا في الدار علينا نوريكم شنو خديت هيا باي ذا واي كاع لي كومبليمون لي مونتير سالو ليا بقى لي شويه من الاوميغا 3 اوميغا 3 وبقى لي شويه من الاكسترا ليفور يمكن ليفور دو بيير اول حاجه شريت هذا الجل دوش هذا ومن لا يعرفه واعر انا ما كرهتش ناكلو نديرو في الخبز عرفتو كاراميل ريحتو خطير صراحه عمري ما شريته اول مره غنشريه ديما كنمشي غنشمو في مرجان ولا في كارفور وكنرجع ما عرفتش علاش ما عمري شريته ديما فين ما كنبغي نشريه كنلقى عندي ديجا في الدار جل دوش البخي ديالو 35.50 درهم خديت جيلات فينوس 3 صراحه ما عمري جربتهم بعد اخر مره كانوا عندي ديال مينيسو سالاو ليا وفاش مشيت ما لقيتهمش دونك خديتهم من مرجان اضطريت ناخذهم دايرين ب 36 درهم يمكن دايرين 36 درهم كيبان لي الشفرات ديالهم مختلفين على الاخرين فيهم جوج جهات لتحت والفوق بهذاك اللعيبه ديالو خديت فيت حتى هي سالات ليا مع الاسف كلشي كيتسالى بدقه هي صراحه كديلي بزاف اصلا كديري غير شويه دايره 43 درهم هذه يمكن ندوزو لداكشي اللي خديت من مينيسو بالنسبه لمينيسو مهم انا الصراحه كنت باغا نشري بزاف ديال اللعيبات سبراي ديال الشعر كنت باغا ناخذو ما خديتوش حيت ما لقيتوش في مرجان وفي مينيسو خديت هاد لانجيت انا مشيت حتى على لانجيت كنت باغا ناخذو ناخذ باكي هكا ما عجبني هذا حيت فيهم دي باكي صغيورين شفتو 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال لي باكي صغار براتيك حيت كنبغي نهزو معايا في الصاك لانجيت كينفع بزاف وكيوت الباكاجين ديالو فن وخديت بادي سكراب يعني غوماج كوربوريل صراحه ما عمري جربت شي غوماج يمكن من مينيسو هذه اول مره غتكون مي غنجربو نرد عليكم فيه مرسوم هكا العنب كاين حتى واحد اخر خضر يمكن ديال اتاي ولا ما عرفت ولكن المهم غنجربو ونرد عليكم الخبر نشم الريحه انا ديما مسبقاني في عارفيني ما نحتاجش نقول لكم صراحه فيه واحد الريحه داجه شامه في واحد جيل دوش المهم بيان سو خديت هادو بعدا احسن حاجه داروها مينيسو هما هادو هاد لي ماسك حيت كيتسدو ماشي بحال الاخرين وكيجوني براتيك وكيديو تيبان ليكم زعما راه صغير كاين ولكن والله الا كيديو هما كيتباعو بثلاثه ب 29 درهم ولا ما عرفت 25 درهم هانتو خديت هادي كيوت شوفوا خديت هادي خديت هذا عجبوني كيوت هادشي اللي كنت باغا ناخذ وديودورون كنت باغا ناخذ هذاك اللي كان عندي اخر مره لقيته ما بقاش في مرجان ما عرفتش علاش ما بقاوش كيحطوه دونك قلت صافي غناخذ غير ديال شيلا من بيم كيعجبني هذاك ماشي الموف كيعجبني الغوز صراحه زوين ديال الغوز مي ديودورون ديالهم ما عنديش معاه كيعجبني هذاك السيك ديالهم زوين المهم بالنسبه لهذا الكوطاج هذا كانت مريم قالت لي كديروا بحال الطريقه ديال الكوماج كديروا القهوه والسكر وكتبقى الريحه شاده وعاد كتغسلوا بك جيل دوش المهم هاد لاستوس هادي جميله ايوا بغيت نشاركها معكم شوفوا كي تحلو هكا من الفوق براتيك كتحل كيوت الله الا فنن هكا تهزوه معكم صراحه عجبوني هذه الحاجه الوحيده اللي عجبتني في مينيسو حيت بغاو هاد بعدا انا فاش مشيت اليوم ما بانش لي شي حاجه ولات حامضه صراحه Thank you.
هيا بينا غنمشي لوطو ايكول وما تخافوش ما غلبش الكروكسا. بقيت لابسه حوايجي هادو ولكن غنلبس السبادري ضروري حيت راه الصوكان ما لبس نضاله. عندي لكم شويه ديال الكواليس نصور لكم شي حاجه سوسو الضحك. صراحه منين بديت البيرمي عمري ما صورت لكم عمري قلتها اصلا حتى بديت كنفلوغي في يوتيوب عاد قلت بلي عندي بيرمي زعما راه غندوز الامتحان. مشيت لوطو ايكول ومن بعد جا المونيتور صافي حيت كان خاصنا نصوقو. مشينا للبيست بقات واحد البنت كتسوق انا كنت كنتسنى في هاجر ساعه هاجر تعطلات ساقت البنت وسالات وعاوتاني طلعت انا سقت وساليت وبقينا كنتشمشو وهاجر يلاه يلاه جايه في الطاكسي. هاجر يلاه جايه ديما معطله صافي طلعت اللور باش هي تسوق. واحد الحاجه لا علاقه لها بهذا الشيء ديال السوقان ولكن لاحظت شي وحدين كيسولوني واش تحولت من جديده. راه باينه باقا في جديده راه باقي صحاباتي كنتلاقى معاهم باقا كنمشي لنفس البلايص ما تحولت من جديده ما والو غير من الدار وصافي. هذا ما كان انا رجعنا للدار انا وهاجر كاع ما كتباني. المهم دابا غندير زيت لشعري باش ندوش هذا ديال اركان ديال سوكا سيكريت وهذا ديما كنوريه لكم وهذا ديال عنايه الوجهين واستخلص من 17 عشبة. المهم ندير هادو مالفا كندير سدر واعشاب وداكشي اللي مصيفطه ليا عنايه الوجهين ولكن اليوم ما بغيتش نديرهم قلت ندير غير الزيت بوحدو. فوالا هما هنا كنطوف الحوايج وكنمد الهاجر هي كتعلق فيهم. راك عارفين حنا فاش كنتجمعوا البنات مع كل وحده كيكون عندها الحوايج ديالها كل وحده عندها داكشي ديالها دونك كل حاجه فين كتبقى محطوطه. ها جايه اسيره نوريكم العشاء كي طيب. السياجات واخا باقي وقت العشاء ولكن يلا يطيب الطاوة ديال الحوت وداكشي تتسالي ونوريها لكم زعما تتسالي تطيب. ثلاثي المرح جات اسيا وهاجر اليوم غيباتو عندي مكاين غير الفعاليات وبلاتي راه طلعت عند ولاد راه كلات ومشات ترضع ومشات ترجع وراتي كلشي كيطلبني كيقولي ورينا ولادها. هنا جلست كندير لكم في المونتاج ديال هاد لا فيديو نيت حيت راه في نفس الوقت كنبقى نمونطي باش نحط لكم بالزربه شوفوا المعاناه. وهاجر كانت كتقيس في لي لونات هذاك لونجمون ديالهم بقات كتجرب 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 انا كنمونطي ونجمع معاها سطاتني لي لونات حتى نبقى نجرب. راك عارفين كنكون في حاجه كندير حاجه اخرى ما فهمتش كي جاكم واه انت كتعطيني هذه البرتقاله قبيله بقيت كنطبقها لي في الطريق قال لي اللي خطبناها يلاه اجي مع البيت لي كولور جاو زعما فليم ديال البيت حلو ديروا الامبورت وحدك ما كنفليش انا تنصور كلشي عندك هاد العيبه باينيه علاش هادي باش كديريها قال لي الا ما بغيتيش تحفري الحيط كتبقي هادي شوف ناضيه ناضيه الصراحه كفو انا كاع خسرت بيتي حفرت الحيط بالضبط شنو هي كديري حطيت الميشه عرفتي ما عنديش اسيه خرايط ايوا الخير في المعاونه هاكا ما يمكنش عرفتي علاش حتى قبيله كانت شدها الاخر فضروا شي حاجه تشدها من التحت هادي هاكا جات زوين. يا سلام عطاتلي حق خارجه شتي كيف بنين غير نمشي ونجيب السقاطه وهاجر ما غاتاكلهاش لا نمشي نجيب الصطامي ونال على جره ندى خوذ غاتاخدي شي وحده شنو كان كان الملح وكان الملح تنبغيش الملح شي قوا هكا زوين حار ولا تطريك انا خديت شاله اللي كنت باغا ناخذها صباح خبارك دازت محداها وكنبغي نعكز عليها فيما كنمشي للبيم كنقول ما غناخذهاش والله بالصحه تبارك الله عليا يا ربي يحفظني صافني سنيا واش عندكم اوه انا غنخرج شي جنه ديالكم ما عرفتش
والله هادشي الطابلو كيبان كبار من راسي، جيت نوري لكم در شويه. المهم انا يلاه دوشت وكنت منبوقه من النعاس، عمرو ما جاني النعاس باش تعرفوا العجز شحال 10:30. المهم هذا هو الطابلو اللي كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم راه مازال ما غيوصلنيش، هو هذا. وراه قال لي ما عرفتش واش امريكان ولا ما عرفتش شنو كيسميوه هذا السيل هكا اللي كيكون هنا، كاين ماشي الكادر لاصق في هنا في هذا. ما علينا، انا اصلا التخصص ديالي ماشي هذا الشيء، بغيت نقول لكم انه راه زوين وعجبني والالوان جاو زوينين. انا في التصاور سحبني غيجي الكادر في الابيض في شكل مع البيج، ساعه جا زوين. ونخلي لكم لاباج الا بغيتو، راه السيت ديالهم فيه بزاف ديال العبارات وبزاف ديال الانواع على حسب. دير ابينو السيون ديالهم اشهر بالاوردينري ديالك، بقي غير شويه مزيان بحال هم الاوردينري محتاجين نديرو لهم لابيب. مهم صراحه انا هذاك ديال ليسار باغي ناخذو حيت ديجا فيا وما عمري جربتي حاجه ديال ليسار، ما قلتش باغي نكتاش. قالوا لي شد ناس كنقص ما بقاتش تشي بزاف. ويلي 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 وحق الله تا فيا لا صغر، اش كتقولوا لي ما فياش لا صغر تبقيني والله تنوريكم كيفاش كيبانوا متعصب ليش حاجه خصني نجلس هنا نشوف كاس من الصباح، جلست نحفظ البان داكشي مقادر شويه ياسين شحال من هذاك من الحانوت داكشي ما يغركش ما طابيا انا اللي قطعت له خطا صوت. شوف البيت البيت كيولى نار، شوفوا هنا كنت كنستغل الوقت بما اسيا وهاجر سلاو القرايه، كنكمل المونتاج باش من بعد فاش نسالي ويسالي نجلس نقرا انا وهاجر الكود ديال البيرمي زعما كنراجع ونحفظو. هاجر كدير اليوغا قلت لي اجي ديريها بقيت كدا وحق الله يريم والله يتبت الضحك، ولكن راه هاجر مواظبة كدير اليوغا ديما واحد اليوغا من نوع اخر كله همو كله وعالم ديالو. قريت انا زيد نعاود عرفتي شعرك اسيا كي كيبان هنا مهبل وري عالم لا لا ماشي شعرك هذا شعر هاجر حيت واخا حياتي ما تبدل والو. بابا شو في سابع نوم عشر نوم كترك لي صباح الخير سبحان الله هادشي اللي كنشوف غادي نقراو مالي انا ضحكت شنا وحدة غنديرو جديدة ياك باقي ما ساليناش دوك الشي كان خاصني نورمالمون ندخلهم كاملين باش متبقاش تعجبني اصلا معاك الويفي هادشي اللي قلت لك انا ديري حيت دابا الصباح فهمتي صباح الخير بنات مشاو اون فوا مشاو مشات هاجر تبعتها اسيا ايوا وصلوني الاكسسوار ديالي ايوا نوريهم ليكم نبارطاجيهم معكم هنا النيت تتشهيت ندير شي ماسك وفي نفس الوقت فيا واحد الناس واحد الناس البارح راه كعرف فاش كنجمع حنا الناس ما كنناسوش بكري نعسنا مع ثلاثه وشي حاجه وقيله مع الربعه كانت ضبابه اصلا هاد الايمه الضبابه كامله جديده واحد الضبابه منعاودش ليكم هي معروفه جديده كتكون فيها الضبابه بزاف ولكن هاد الضبابه اللي هاد الايامات ماشي نورمال وكنت عارف انت فاش كنكونوا مجموعه الناس انا عارفيني ما كنبغيش نبقى نصور بزاف كنبغي انجويي واللحظه اكثر ولكن هكا ما كننساكمش فوالا هما هادو شوفوا كي دايرين كيوت انا اختاريت البيض كنت عارفيني كيعجبني البيض وديجا كيجيني كيمشي مع كيتماتشا مع بزاف ديال الحوايج اخرين هايا تنحلو نوريكم بيزيل شي لعيبات اخرين بتركيا
باي ذا واي هاد لي اكسسوار راه زعما من تركيا. هانتوما هادي الاولى، هادي الثانيه، نوريكم هاكا باش تشوفو مزيان. عاد نحلهم، نمشي نحلهم وقال في انستغرام، كله في انستغرام، عاد نجي نوريهم لكم هنا. وهادي كيوت حلوين. المهم الا بغيتو تاخذوهم خليو لكم لاباج. هادو البنات راه ماشي اصلي انوكسيدابل، انوكسيدابل ديال تركيا، كديرها لي فغازون البنيه، كتبقى في تركيا وكتصيفطهم، كدير لها لي فغازون. المهم في كازا راه غراتوي وكتصيفط للمدن الاخرين. المهم بارطاجيت هكا معكم الا بغيتو تاخذو ولا كنتو انتريسي. شنو هي هادي الصغيبه ديال زايا؟ ماما كيوت، كيوت قلت لكم كيوت.